السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله محاضرتنا تناول بها موضوع نورتون أند ثيفنن اللي أخذناها بالكورس الفات اللي كنا نستخدمها نحل بها الدوائر الكهربائية لدوائر التيار المستمر دي سي. هالكورس راح ناخذها نفسها ونفس تفاصيلها وخطواتها لكن نطبقها على دوائر التيار المتناوب نفس اللي أخذناه بالشرح مال الكورس الأول. لينير سيركت عندنا طرف اي بي اللي هو اللود هنا يكون مثل عندنا دائرة الثيفنين ترانسفورم. مصدر فولتية سميه في ثيفنين ويا سيريس مربوط ان سيريس عندنا ريزستر. بس هسه حاليا راح نستخدم دوائر التيار المتناوب مو بس ريزستر عندنا ال و سي نسميها زت ثيفنين ونورتون ترانسفورم. نستخدم مصدر تيار سمي اي ان وزد ان نصير ان بارالل وذ المصدر. كومبيوتيشن اوف ثيفنين اند نورتون امبيدنسز راح الخطوات اللي راح نتطرق لها ونستخدمها للحصول على ثيفنين اند نورتون امبيدنسز اللي هي الار والال والسي امبيدنسز. شو نسوي اول خطوه؟ الخطوه الاولى مثل ما اخذنا بالكورس الاول ريموف ذا لود اوبن سيركت ات ذا لود تيرمينال. هذه اي اند بي نشيل الزد لود نشيلها مثل ما كنا نسوي بالكورس الاول نسويها اوبن سيركت. ستيب نمبر 2 زيرو اول امبيدنس independent sources sorry. يعني شو نسوي؟ zero all the independent sources اللي هو مصادر المصدر الفولتية لأن المصدر الفولتية نسوي short circuit معناته نسوي wire V يساوي صفر. إذا عندنا مصدر تيار current sources open the circuit نسويها لا يساوي صفر. step number 3 compute equivalent impedance across load terminals. هاي الخطوة بوعز التوتال اللي هي هذي parallel series بسطها ونحصل على زد ثيفنين أو زد نورتون. نسوي open circuit now open circuit بالنورتون لا نسويها short circuit لود فاضي التيرمينال مال اللود مالنا راح نسوي شورت سيركت. زين شي نقول بعد ايش نحسب التيار اللي يمر هنا هذا شو يعتبر اي شورت سيركت اللي هو اي نورتون اي شورت سيركت اكروس ذا لود تيرمينالز هذا اي ان اللي هو يسوي اي شورت سيركت. اكزامبل فايند ذا ثيفنين ايكويفالنت عندنا الاوميجا يساوي لنا الف راديان بير سكند الار اس يساوي لنا 50 اوم ار لود ايضا 50 اوم ال يساوي لنا 100 هنري ملي هنري سوري 10 ملي هنري. الكاباسيتر تساوي لنا 0.1 مايكرو فاراد. نعم نحسب ال ار اس موجودة عندنا ال ار لود موجودة عندنا بقى شنو ال اكس ال وال اكس سي نحسبهم من قانون الاوميجا سي اوميجا ال اوميجا ال هنا واحد على اوميجا سي هنا. اوكي هاي نحولها نطبق الخطوات هنا نسوي هذا مصدر التيار الفولتية عندنا نسوي شورت سيركت شورت واير واللود نسوي اوبن سيركت لانه احنا رايدين ثيفنين شايلين اللود نسوي اوبن سيركت. سنبو عز التوتال هذي زد هذي اللي هي زد ثيفنين هذي داح نشرها هاي ويا هاي توازي طبعا
زد ال وزد سي توازي توالي توالي بعدين نجمعها ويا زد اس. هاي هنا حسابات زد ثفنن طلعنا البولر كومبلكس نمبرز هنا طبعا البولر نحولها فورم بدلالة ماجنتيود وانجل. هاي تكملة الحل طلعها زد ثفنن يساوينا زد بي اس هذي. Another example, find the Thevenin equivalent. هو نفس تكملة الحال اللي هو هذا الحصيلة النهائية هذه اللي هو تشتغل على مصدر فولتية و Z Thevenin Z load هذا اللي equivalent circuit of Thevenin. هاي الدائرة الأولية حولناها لهذا. مثال هذا مثال ثاني نعطيكم هاي مصدر فولتية 2.5 أوميجا كوساين تي فولت R 1 أوم كاباسيتر 1 فاراد الملء أو الإندكتر 1 هنري أي بي. شايف من عندنا بالسؤال نلقى إيكوفالنت سيركت عندنا هنا الأوميجا تساوي نشقد أوميجا تي يعني واحد واحد راديان بير سكند. ليش واحد؟ لأن هنا عندنا أوميجا تي كوساين أوميجا تي تي مضروبة بواحد نحتاج نطلع الأوميجا. ليش؟ لأنه على هو عندنا بس الال والسي مثل المثال السابق كنا نعطي قيمته بالأوم جي اوميجا ال واحد على جي اوميجا سي. واحنا اوريدي المثال مالنا شايل لنا اللود ماكو لود اوريدي اوبن سيركت. مثال اخر هذا نعطينا وزر الفولتية واحد اوم ريزيستر وان جي اوميجا 2 جي اوميجا 3 جي اوميجا 3 اوم سوري. مصدر ثاني تيار مصدر فولتي ومصدر تيار يعني دي الاوبن سيركت اللود مالنا هنا هاي النقطة شالها سواها اوبن سيركت تمام. هذا التيار راح يمر هنا عندنا بالواحد اوم هنا هذا التيار اثنين زاوية صفر راح يمر بالسي وبالار هذه بستة. هاي طبعا على المسوي لوب على المش طلع الفولتية البي اوبن سيركت اللي هي هنا هاي فولتية دولة ناقص فولتية هذه نعم طلعها شلون طلعها التيار اثنين ياته ضاربة بذني ذني كل واحدة مضروب بيها نفسها. ليش؟ لأنه سيريس نفس التيار يمر بيهم يلقي الفولتيات مالتهم كل سهولة اثنين عامل مشترك لأنهم مر بيناتهم اثنيناتهم يحتاج نضرب اثنين في واحد واثنين جي أوميجا اثنين جي بالنسبة للريزستر طلعنا هذا the open circuit. نحسب الزد ثفنن شلون نحسبها؟ نسوي هذا مصدر التيار نسوي open circuit صحيح وهذا نسوي مصدر الفولتية نسوي short circuit. يلا نحسب الزد توتال نجموها مجرد ما اجمع هذا الريزستر ويا الكاباسيتر
and that's it. هذا المثال هو النتائج. الحل ماله كلش بسيط. هذا هم يريد سؤال للحل لكم. يريد ال Thevenin equivalent at A B. هنا أنا أريدها. وهذا السوليوشن النتيجة هاي تطلع هاي. Thevenin. عندنا مصدر فولتية هنا شو نسوي؟ واللود شو نسوي له؟ ونشتغل. ها عندكم الجي جاهزة الأوميجا ما يحتاج تاخذون أوميجا لأنه عندكم جاهز. قيمة الإكس سي والإكس إل. هاي هم يعني تتبسط هاي هم تنجمع. يريد هذا. هاي إن. هاي ان يساوي ار على ار زائد اكس سي 2 اضربه باي اس. هذا كرنت ديفايدر. This is the value of equivalent of Norton current source. احنا نريد مصدر تيار ومقاومة اول زد اس زد بارادل اللي هي زد ان زد لود او ار لود. هاي حالي استمر الحال زد ان اكس شريد زد ان يريد الكلية هسه حسبناها. هاي النتيجة النهائية. زين شي يقول نورتن كوفننت مو شرط تكون بس يعني شي واحد يعني كومبوننت واحد. ماشي يقول طلعت لنا النتيجة معناته شنو الإكوفلنت مالت نوع نورتن إمبيدنس 24.8 أوم هاي مقاومة إن سيريس وذ ذس اللي هو شنو الكاباسيتر هذي. هذا مثال إن شاء الله للحل إلكم. يعني سؤال ريد اي لو اي نوت هذي يوزينج نورتن ثيرم نفس الشي نفس تقريبا المثال اللي حليناه وذاك شسه مصدر فولتي ومصدر تيار وهذا اللود مالنا شلون نتعامل وياهم وشلون نحلها. هذا هم ايضا مثال اطلب منكم اريد اثنيناتهم نورتن Thevenin and Norton equivalent circuit. يعني عندهم مطلوب الحل مالهم. هاي النتائج الانسار مال الجواب.